بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. الآن هل كم حكى الله مصنفكم الأخبار ووجهه الأحاديث أو السنة ووجهه يكاه الله يماشا؟ عادة الأصوليين نحويا مبحث كتعلقة حديث كحقة رواية سيئة كيس السوغنية مت كان السوغنينية قيبه سقار كمذية أي مرور كقار أي كهلان السوريين سيدنا حسن الكويسة الأدلة المتفق عليها وأفر الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مسائل أكثر بضن قارهان دلالتك حيكون تعلقان الكتاب والسنة ومركي لقاها الله هيو عام يا خاص نسخ مركي لقاها الله هيو مؤول يا ظاهر يا النص مركي لقاها الله هيو مفهومك يا منطوقة يا أقسامه هذا مركي لقاها الله هيو سيشاب سويدل وحيون نقونا هيان يكسب سين والكتاب والسنة وما آيات بالله الله يدلال ذيذا أما حديث بالله الله يدلال ذي سيح الله مذا حق مرك القرآن كمرك اللي يلي هذا قفوا مرك الروين وآيات دليل شذو هل أرهم بالله الرواء هل كأرهم حويا استدلال كيسو إنو يهي استدلال صحسن إنوية عيد مكو دليشنا هي قاب صحة وإنو دليش هذا أو وافقسن أن سيدي لو ترجع لي قواعد كي وافقسن وإنه ومثلا عيد عام مكو دليشنا هي عيد خاص مكو دليشنا هي ظاهر آية مكو دليشنا هي نص آية مركو دريشان هايو يوحي لهم إذا قابك لو تلقى لي يسيده هو يهي وينو دريشان والسلال كيسو وينو يهي سلال توسن وحال الديدي مركا قفك إنو آية دريشان إسلام مركا أنا سيخلدن ودريشان سيخلدن ودليش. مثلاً أيضاً عام باهين أنتو عام كدكتو وحانا كتشرين إنو صوغ شاذو استلال كم صحبة ميو خلدين هذا بقى آيات ما هو حلقها الله وآيات ديوا سحسن تاي لكن لبكو حكي تشيرو حوي أقفك مستدل كأوياً قفك حدليشان هاي لكا قفك آيات روين ودليشاذو قضب كاسا اللغة بهاي هي الاستدلال استدلال كيس إنو ياي استدلال توسن أما قفك ربين الدليش هذا حديث استغل الله أرهي مضبع اللغة بهاي أولا اللغة بهاي هي التأكد من ثبوت الحديث
إنه هبصده حديثك إنه السجنية هاي يين كلا حديثك من السجنية هاي سوى ضعيف وأينه هبصده أثبت العرش ثم انقش عليه وي مركهره وحنا دريشانيسو حديث كاني وعند اسكو اوغاتا انو سوغن يهي انو سن سوغنين وايو هدو سن سوغنين او ضعيف نو وحاد كدو الاستانة ضعيف بو نغن هيا حوكا مجر وحاد كدو الاستانة محو نغن هيا ضعيف بو نغن هيا لأن الضعيف لا يحتج به ضعيف كلام حجيس سمرك حجي او ايو نغوتو حجي حوك بدن وأين أذكره بساعة حديثك أو حديث الصحي أو صحيح أما حسن وأين النظر تامر كان مهم إن هذا بقى مدة يضع وحي كان سنة يسا إنه قفك وحكلا الصعود إن ودوين كلوه وجانا هي حديثك الصحيح هي حديثك ضعيف كلوه وجانا هي حديثك حسن هل كاسة مركا مسائل علوم الحديث كيا علوم الحديث كنت على اللغة ومصطلح هي اللغة أغرسته أي أسوليين تو هل كان كينا هيا يوردن كافيرنا هيا أرنك اللواضي اللغة بهاي وحويا واتي هوري قضب كي هوري النصوم مري وأها استدلال كيسي نويا استدلال صحيح نويا سليمة لو ذا قضب اللغة بهاي وأنا لو قضب مهم جدا أويان قف مركو الرأي إنه وحسقه وحدلي الشدو إنه إسكو أجادو حديث كاني إنه صحيح هي إسكو أجادو استدلال كيس إنه توسيع مركا مرر بدن مركا مسائل آدو ترى بدن واحد أرك يساء مركا دبج الشدو حيقول لي سنت هاي أحاديث ضعيف قاركين لا أصل لها حصل عن لهين لا يمسائل وحبضان لو بسيء أو لقد لقي مسلمة إنيتا واحد يجمعه كنتوين وسنكرين مسائل اسك مختلف فيها لكن واحد وحوي يعني كل سنتهي وأحاديث ضعيفة أحاديث ضعيفة قفك مركو عينو اسكهو بصدويا الأخبار وجمع خبر والخبر مرادف للحديث ان حديثك مرادف يهي اسكو مدين سوخ بالوودا خلاف كثيرن كله والله سبحانه ما في الهيا هل هما مترادفان او تغيران يورك كثيرن حوين هذوك مسي جيرو وحولي مركه فالخبر ما يدخله الصدق والكذب ان خبر وحا لا يراها بوري الصدق والكذب وحي كسورتو بيسو يا وحا لا يراها خبر مركا خبر سيقو دهاني ساسا ليلة هذا لكن إذا كان مرادفا للحديث وهو المقصود هنا لما أرانا هيو ما يدخله صدق والكذب بس كما في الله سيدا لغو ما تعريفنا انت بس كما في الله وين ليلة هذا مركا حديث لو تشيدو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغرير وإن إلى هذا خبرك يا حديث كاسو النقنهية متك حجدا أما الدليل كان ومتك أويا طيب فالخبر ما يدخله الصدق والكذب صدق دهانت خبرك منك خبر لإله هذا إن شوه كسهر كذا صدقنا ولغوت المامكة أو صدقنا لغة المامكة كذبنا لغة المامكة هدو إلى هدو قفي مثلا دخل الأمير بيننا وين نغان كرتا رنا وين نغان كرتا لكن حوانا كسين للرعي ما يدخله الصدق والكذب بذاته سيغلفتر يعني ذات هانتس وخبر كان ذات هانتس أيو حاويان احتملوا صدق والكذب بغض النظر ايضا لفيرنين قفك قائلك
ويقائلك هدي لفيريو عدة تري هذلك قد لا يحتمل الصدق والكذبك خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كذب تقسيمات بوغلاي وحوري والخبر خبرك ينقسم وقيف سمي إلى قسمين لبقي وقيف سمي أحد ومتواتر وقيف سمي هيا خبركم باعتبار طرق وصوله إلينا باعتبار طرق وصوله إلينا مركا إنو أغنو ودوين كأنوسو قاري مركا إنو أغنو لابو أقيب سمي أحد هي متواتر أحد هي متواتر أحد وجمع أحد جمع أحد كأجل آجال ومتواتر هي متواتر وقيب سمي لا أصو قيب سمي وإنو أركينا سيكين دون أمان وحوري مركا فالمتواتر متواتر ما متك ويا يجيب واجبية العلم علم بواجبية يقينية علم هذا واحد لوجه دواء العلم اليقيني الضروري أي واجبية وهو متواتر أن يروي إن ورسوي أن جماعة كوح كوح ذا سو لا يقع أسندعين التواطؤ إسكو وافقتان إسكو راعتان على الكذب بين إسكو راعان من مثلهم إياه وكليسين كدعين نبين اسكو الرعان إلى أن ينتهي إلى أكرم ماذا أي صدى قصعنا هيا حديث إلى المخبر كي لغا ورمي إنت لغا قاعدة هيا أنه إسكا حقي سه ويكون في الأصل أصلها النوح النغنى هيا عن شاهدة وحقوب جوغ لغا أها أو سماعنا ولا مغلي لا عن اجتهاد وحلقو اجتهادي ماي تواتر كوركي سو كوبن ان التواتر اولا هو التتابع بحيث لا راعة يا تواتر كون نغنه والمتواتر هو المتتابع تعريف كيسو حكو الشيغين وياهي متواتر وخبرك ايداد فرب بضم وريان ترضوض وإلى انتهي الله اكتهي أقوال بضم باتشرتو قلوبا ميال وحوي الشيغان لكن مهمة دو حويان ترضو إن يقادو هير وحي لغو وريو أما لغو الشيغو إن سي ضروري حويان الضرار سي حويان ضروري أما يقيني الله قادناه عدد ترضو إن يتقادو يعني المطلوب حويان أن يصل العدد إن وحويا إلى مبلغ أو إلى عدد يحصل معه اليقين يحصل معه اليقين والعلم وحصله انت أمضى مهم عدد قارها نذو هذا اللي قوي ما أجره سيد حوق بها عدد كايستقى وحا مستحيل إنه يسكوا وافقان بين سيدا سانا جميع الطبقات حديثك وقصة عنها هي وحاكره لابد أن يستند إلى شيء محسوس مشاهدة قبتشوك بكاها قرادة نوال بمركو الشيغة هي هوشن يعني سوق قدبين هي هوشن سوق قدبين هي قبتشوك بكاها وأركي يوحي لمي سماع ومغلي اجتهاد يوح عقل كي يمد يومي كوا شغاكم الله كواسي شغاكم الله وحو أسل كيسو وينو إن ويهي شاهدئي السماعي إن شيء محسوس إن حواست الود حاويا الود هلالي وين ويهي إن حوك لو الشيء مصنفه تواتر كوحة وفائدين وحونا الشيء تواتر كوحة وفائدين العلم علم وفائدين هي العلم ينو الشيخ هي نوا العلم اليقيني العلم اليقيني أو الضروري أن أي فائدين هي أن تواتركم
وسيدي حديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر ويا متواتر كنا وقيف سواء لفتر كيس متواتر لفذية يا متواتر معنى ويوقف سواء، لكن هذا صو تفاصيل شاب موسى سيجري. والآحاد آحادنا هو أن خبر الواحدك الذي متكويان ديك لو الآحاد وقسم الآحاد هو قسم قاسي آحادك الذي متكويان يوجب واجبين هي العمل عمل فلب واجبين هي ولا يوجب مواجبين هي العلم علم مواجبين هي وينقسم وحونا أقيب سمي إلى مرسل ومسند، مرسل هي مسند بوقيب سمى أحدك وحوفة إذا ينبور شيئين موسن شيئين تعريف كيس، لكن أحد حيكو وضان ما عدا المتواتر، ما عدا المتواتر تواتر وحيك الصهري أحد بالليلة لفتر كيسا قيب سميو غريب يو عزيز يو مشهور بو قيب سمي. نعم أحد كحوري وحو واجبية عمل، وهدي حديث كان خبر الواحد كا غريب كا ما عزيز كا ما مشهور كا هدي السجنية هاي هدي السجنية هاي والصحيح هاي أما حسن يا. إن لو عمل فله وواجب لكن علم يقيني أما فائدي وظن ساسولي قضب ككوباد وأه إن لو عمل فله إني واجب تهي أهل اللي سلو قولي هاي ويان إلا بعض الفرق، بعض الفرق متكلمين قيبا بضانا كمديهين موين خبر الواحد إني وحويا للدريشاني وحجأوا يهي واجب تهين لو عمل فلو رومد ليس لو قولي هاي وي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكمدها من أوائل من رد على من يرد خبر الواحد ونندلي شنين كتاب هذا الرسالة أيونا كهل قضب كأه علم مفائدي حقا خلافات بكتشترة أخرى قارب قاربة وحليهين علم وفائدي لكن علم إنسان نظريا والسيدي متواتر كو كلام معه وقصوا مري رقي تشوغي نزهة النظر كان شرح مركي انو اغرني اني نقاشات كتشري يوركو تشروك انو سامر في النهاية هدي اللي يده ضحيتا علمي ما فائدة يظن الراجح فائدين هي ويواجبتين لو عمل فر يواجبتين إن لو عمل فر وحواجب إن لو عمل فر في جميع المجالات، في جميع المجالات هدي مجال الأحكام العملية هديتها وفقه مسائل فقهية يهديتها المجال الاعتقاد عقيدة ده ما كلاجها الله هيو دليل ويان سيدا وحجر مرسنا وخلاف سن تكلمين تقار كمذا خبر الواحد أما حديث الأحد أنا ندليش بل مرر بضن كهر مري عقلك مركز قبطان حديث الأحد يو عقلك مركز قبطان سيدا يو دقيان وحي هر مرينا هيان عقلك هر مرينا هيان إلى الرقى قار هاوشو إلا قادي إناي رديان أو أي ديدان أحاديث بخاري مسلم كوشرت إلا هذان أحاديث بخاري مسلم كوشرت عقلي يكهر ما نيسا مدام عقلي يكهر ما نيسا أحويان
لما أقبلها هي حديث الأحد أيهن متواتر أي سنة هين نقد طورة وحن نقادن إن عقل وحو تسي رقا وحكم إذا الشاعر ذا كم إذا قيب كم حاويين رقا قاركو تسي تغريريا فخر الدين الرازي وكله كتاب كيس التأسيس والتقديس إن سأسوق تغريرنا هي حديث بخاري مسلم كتشرتا يوحو ليه باطل بهذا اللفظ بخاري مسلم حديث كتشرتا يوحو ليه هي وباطل بهذا النص يعني باطل ويان وحبك ما تشيره مهاجرة حول عقلي كهر ما نهي أنا صورة قلمة صورة قلمة إن أيو ليه مركا مركي هوس لو دقو أو أد أد وفيرسين منهجك الشاعر ذا في التعامل مع أحاديث الأحد مرر بضن مركي قادنا هيان عقلي يكون قادنا هيان إس كما قادنا هيان وحير هدي عقلي وحاوي ينسي وشيء هيان وكهر ماذا خلاص وطور هيان وأنا مذهب كأهل باطل كأهل الأهواء أهل بذعوية وحبو السنكتير خبر الواحد ولا حجيسنا هي ما زال محتجا إن وحوي عند السلف وعند الصحابة وعند التابعين وعند أهل السنة والجماعة سداسة أنا صح كدي وحول وينقسم إلى مرسل ومسند وحوق قيب سمي حديثك مرسلية مسند فالمسند مسندك ما اتصل إسناده سند كيسمتك حليلي بالليل هذا والمرسل مرسل كينه ما لم يتصل إسناده سند كيسمتك سان حيرين بالليل هذا فإن كان هديء يهي من مراسيل غير الصحابة صحابة إذا أنا أهين مراسيل شوضة هديء وكاء هذا حق هذا فليس مرسل كاسمو سنهان فليس ما أهان بحجة حجمو سنهان إلا مراسيل سعيد المسيب مراسيل سعيد المسيب وين فإنها يدو فتشت والله بارباري فوجدت والله هلي مسانيد يدو التيرياء يالله هلي والعنعنة عنعنة تدخل وحي قليسة على الأسانيد أي على المسانيد أحاديث متصلة أي قليسة حديك عن الوري ومتصل ساسو كذا ومسند ومتصل وكوضة مسند متصل بكفصلين إن مسائل علوم الحديث كتعلقنا أي واحد يركت تتابعنا هي مركي قفك الربين وصفي عن إن وفهمه إن وحكونا غني من علوم الحديث مصالح الحديث كنا غني حيرب يسوق تتابعنا هي والسورين حيرب يكت تتابعنا هي وحوري حديث كحقوق بسامي مسند هي متصل مسند كان وحقوق فصيري أو كنت تعريفية إنه يهي المتصل الإسناد مركز مرادف يهي المتصل المتصل يمرك واحد يسكن من نقطة هي المسند أي يسكن من نقطة هي طيب دور غلبة كتيرتي سيدا حوجة بدن وحويا مسند هو والحديث المرفوع الحديث المرفوع المرفوع مركي ليلة وحكابه هي موقوف كيو مقطوع بكابه هي وحاكله الحديث المرفوع المتصل لماذا قيد مهم والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع عراقي وصومرين نوعين مرفوعي هي اسلام اركانة ومتصلية سيدا سينا من حديثين تو واستعمالان ان بضن سيدا حاسم الحجر بوليه هاي بعد الاستقراء والتتبع سيدا صواب حذي بوليه نعم هدي دعا ذي حتاكوان كالين لو استعماله ما بضن سيدا بضن وحا لو استعماله واكثر ما يستعمل وحويا وللخبر المرفوع سيدا الخطيب البغدادي رحم الله تعالى أولي هاي طيب مسند مركب متكاسل لينا أقواشي كالودين
وحويان مسند كيلو مرفوع مرادف إيه هي كان هذا ينقرا والمتصل اللي جوا ذيه وأجران يونا والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. نعم. المرسل مسند كل استعمالات كرولية هاي لكن هذا هو كل إيران منه. مرسل محوية هاي مرسل هو كل تعريفية إنه هي حديث كا سنة كيسو وانقطاع كتشري وسن متصل كاهين أيا كان هذا الانقطاع واضح في أي موضع كاسا وحالي لهذا المرسل سندكي راوي با كمقن لبا كمقن صحابي با لغوي تابعي با لغوي تابعي با لغوي لما نحو يقنان أصوليين تو مرسل بكلي وهذا مذهب الأصوليين والفقهاء وصنيع من صنيع أبي داود في كتابه وصنيع من ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل. أحسن كانوا سومر قلاء مركة وحي إلى هذين حاويا ومصنف وافق سيئة والسولين تي قار كمذا يفق هذه إيو بعض المحدثين وحي إلى هذين كل حديث منقطع أو لم يتصل سنده وحالي إلى هذا مرسل مرسل بالي إلى هذا مركز سيدا اللي هذا وحسوق ذا قلي مرسل كي عالي هاي تقانيه منقطعي يا معضل كي يا معلقي لما نلقى سي كتران لكن سيدا اللي بدنيها قول كمنشور كا ويكون سوى مرة وحويا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا مرسل اللي هذا يا حسد بيتي عراقي على المنشوري مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعماله أو سقط راوين ومتكادين أقرا صمة ومطلق الانقطاع مطلق الانقطاع. نعم. كذب مركا حكاها الله مرسلك حكم كيس حكم الاحتجاج بالمرسل حكم الاحتجاج بالمرسل لبون أوكرا قاضي مرسل كو مرسل السحابي يا مرسل غير السحابي مرسل السحابي ومقبول لقاها اللماي مرسل غير السحابي وحو التقريرية مذهب كم محدثين طوأة إنو سنهين حجة إنو سنهين هل مدبو كسور ريبايو مرسل سعيد المسيب مرسل سعيد المسيب ندي هذا كهر بأنه كسور هذا اللي سومه حان تقريرني. نعم ايوه الشافعي كلامك كيف فهمين ويري مرسل سعيد المسيب حسن صح وانما رجح ان بالقرائن وحوي اعتضاد يشرط بفرنه اذا مرسل سعيد المسيب كغيره من المراسيل كغيره من المراسيل مركا لما أرانا هيو مطلقا مرسل سعيد المسيب ومقبول لما أرانا هيو مطلقا ومقبول مراسيل شكلهم بلا مدي هيو شروطه وكو أقبلي كلا الإمام الشافعي مرسلك هدين له لو ولا أقبل هيو هدين له هو لما أقبل هيو شروطها أنا دوي المصومر العراقي أما قف كان مصومر وكون غن كنا فن علوم الحديث كما مصطلح الحديث. نعم. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيد ومن روى عن الثقات أبدا إلى آخر ما ذكر من الشروط. نعم. والعنعنة تدخل على الإسناد والعنعنة تدخل ماشي بليه فإنها فتشت فوجدت مسانين لما وذهلين مربضا وحال الله يام مراسيل سعيد المسيب ونن متصلا هين واضح أي الله والعنعنة تدخل على الإسناد مثل هذا وحويا حديث عن لقوريي
ما متصل با مسوى منقطع كأنه تغيرنا إنه متصل ياهي سيدة الصحة دعا اتصال بلغو حكومة هيا لو شرطي هذه الله حيان لو شرطي السلامة من التدليس إيوه المذهب البخاري التحقق من اللقاء مسلم نوى نعم إمكان اللقاء المعاسرة مع إمكان اللقاء هذا الكيس يعني إمكان اللقاء بكوتي اللفت الكيس طيب أن حديث مركع عن تلوري ومتصل ووحويا أن اتصال بلغو حكومة شروطها هذه الله وإذا قرأ الشيخ شيخ هدو أقريه يجوز للراوي شيخ هدو أقرنا هي محلو يقان نوعس شيخ أقرنا هي السماع من لفظ الشيخ هو. نعم وإذا قرأ الشيخ شيخ هدو أقرنا هي حديثك يا كتاب يجوز وحا أبنا للراوي الراوي وحا أبنا أن يقول إنو إله حدثني وأخبرني إنو إله وإن طرق التحمل قار كمدة هي السياغة لو أذيك سيدو قار كمدة وحير كتابنا هي وكادي يغو فاه فاهسن صرف الحديث كذا أقول نقونا هسا هذا فاه فاهسن وكذا إن السماع من لفظ الشيخ وحو كصو قاضي أرضي مركو سي قدبنا هي سي غوينكو استعمالها هي حدثني نوليه كرا أخبرني نوليه كرا سمعت نوليه كرا إن وحوق بنا سيغة سمعت سمعت وحوق بنا زوما السماع من لفظ الشيخ وحلو سو قاضي لأن سمعت لا تحتمل إن وحويا إن تدليس يو أما إنو سنكما قال يحساس وكلا ما يحتمال شايد ملها وإن قرأ أرضي وهدو أقريو على الشيخ الشيخ هدو قدو لأقرنا هي يقول وحورنا هي أخبرني بورنا هي ولا يقول ما إله ذو حدثني هدي أرضي وأقرنا هي محال إله ذا القراءة على الشيخ بين غنس أو العرض وحدو تقان هدو مركة حديثك وصيدة قصة وقاتي أرضي هدي الضمع وحويان حديثك وصيدة قصة وقاتي هدي الضمع إن وحويان وسي وريو سي غضا واستعمالها سي غضا واستعمالها وحوري أخبرني وي إما حدثني طبعا وقول كم إذا أقواشي مستلذ كشرت ودورنا هيا وهو قول التفريق بين حدثنا وأخبرنا إن لك لقاذ حدثنا إيو أخبرنا ركبة غويدي وابن جريج وكذا الأوزاعي مكسوذي مسلم وجل أهل الشرق أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق قد جوزوا أخبرنا للفرق قرب وحويا يا وحي إلى هذين أخبرنا والاستعمال هي وحي عرضية حدثنا أنا يأس كله السماع من لفظ الشيخ للفرق بين ما أخذ بالعرض على الشيخ وما أخذ بالسماع من لفظ الشيخ سامو خلق لكن هدي اللي قيده أحبار لما لها سيدي حوق بضن كنو سومر وجود فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه حتى منشدا ننشدنا مركا هدي اللي قيده وأوكي أحبار لما لها دي حدثنا وإلى هذا أخبرنا يحدثني أخبرني إسلام كان قيده وإلى هذا قراءة عليه وإلى هذا أخبر دي مالها لفتر كذا أخبر دي مالها لكن علماء قارك الأساري يهجره وأخبرنا أقول يالي القراءة على الشيخ وإن أجازه الشيخ شيخ هدو إجازيه من غير قراءة قراءة الآن سو أرضينا وسان قدو لغرنين شيخنا سن قد لا قرن قد لا قرن وحوري كتاب كني أما حديث تاني وأحاديث تيدي ويان أنو أن ورينا هاي وكو إجازية إيجا وريبو إجازة وأنو عاسو هدو بما كسي ورينا إيسا فيقول وحورنا هيا بوري أجازني أو أخبرني إجازة يعني وقيد هيا قولك أو رونا استعمالي أخبرني يا أجازني يستعمال هيا
ونقيديو إجازة تبوك قيدهي. حدثني إذا مركب ودي دنيا هاي أن القراءة على الشيخ يو الإجازة لو ذو ودي دنيا مركب إجازة ذا واقعة أما حويا طريقا لو صوت تحملي حديث إجازة ذا واحد تصينا هاي وين استعمارشا وما ترى هذه إجازة أما أذن لي يوحي لم ذا وين استعمارشا أما أخبرني إجازة يوحي لها المر وين استعمارشا وحوري وأما الأخبار وأخبارتي فالخبر خبر كما يدخله متك قاله يوي الصدق الرنية والكذب بين والخبر خبر كنا ينقسم وحوق قيب سمع إلى قسمين لوقي وحوق قيب سمع هي أحد ومتواتر أحد متواتر فالمتواتر ومتواتر كما يجو متك واجبينها يوي العلم علم بواجبينها هي يقينية وهو أن يروي إنه وريويا متواتر كجماعة كوح تواتر كأن يروي جماعتنا لكن متواتر كوحة في عينه إلى هذا يعني وهو ما رواه جماعة سياق قصص كقول حسين ما رواه جماعة التواتر كوحي هي أن يروي جماعة وهو أن يروي أن ورسوي جماعة جماعة لا يقح لا يقع سنع أن التواتر إسكوافقتان على الكذب بين إسكوافقان من مثلهم يوك ليس كدع بين إسكوافقان إلى أن ينتهي لا وكرم ماضو إلى المخبر عنه كي حقي سلقوا الرمهيين المخبر عنه مركا يعني هذا مركب إنه مرة إنه سنة دليل كأ والرسول عليه الصلاة والسلام إلى لقى ويكون في الأصل أصلها أن النقرة هي عن مشاهدة أو سماع النقرة هي لا عن اجتهاد النقرة والأحاد هو الذي بتكوي يجيب واجبين هي العمل كعمل فلا ولا يجيب العلم يقينا نفعيدين وينقسم إلى مرسل ومسند بوقيف سماهية فالمسند ما اتصل إسناده هو والمرسل ما لم يتصل إسناده هو فإن كان هديه من مراسيل غير السحابة صحابة مراسيل شهد وحانا هين حق ذهدو كاهد فليس بحجة حجمها إلا مراسيل سعيد المسيب سعيد المسيب مراسيل شهدوية فإنها يذو فتشت وعلى بارباري فوجدت وعلى هلي مسانيدة يذو التيريحي التيريي والعنعنة تدخل على الإسناد أو على الأسانيد يحاوي حديث المسندة التيريي قليسة وإذا قرأ الشيخ الشيخ هذا أقري يجوز للراوي وحاوبا أن يقول إنه إلى هذا حدثني وأخبرني وإن قرأ هذا أقري هو إسوا على الشيخ شيخ هذا قد الأقري يقول وحورنا هي أخبرني ولا يقول حدثني ما ورنا هيو وإن إجازه الشيخ هدو إجازه من غير قراءة نساقه وحاقرنا يسنشر لا من الشيخ ولا من التلميذ فيقول حرنا هي أجازني وأخبرني ورنا هي إجازة إجازة أي نوع ورهمي الله أعلم مباحثة كنت أعلق ذا علوم الحديث الله أعلم كتبت علوم الحديث كنت أستفعانه فافاين أعلم الله فيكم.